نعم، هذه رأت في المنام أنها تجمع فلوس، يعني معادن وحديد. أقول أن إذا كانت فلوس، يعني فلوسنا نحن الآن في الكويت من 10 فلوس وعشرين وخمسين فلس ومئة فلس إلى آخره، هذه حقيقة يعني فيها تبشير وفيها تحذير، وانتبهوا معي في هذا الباب. التحذير أن كون أن هذا كلام يعني يتناقل بين الناس، فإذا أخذ الإنسان هذه المعادن فإنما سمع كلاما لا يرضيه، وإن أخذ هذه المعادن والفلوس وزعها على الناس إنما هو يوزع كلام من غيبة ونميمة بين الناس. لكن بعد هذا كله قد يمن الله تبارك وتعالى على صاحب الرؤية بالتوبة النصوح والنجاة من هذه المشاكل كلها. الدليل على ذلك رؤية السفينة في هذه الفلوس، وربنا تبارك وتعالى قال عن السفينة: فأنجيناه وأصحاب السفينة. والعلم عند الله. معنا الأخ محمد، تفضل محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك ويسلمك. أخوي أنا حلمت حلم إني قاعد على أرض خضراء كلها عشب، وقاعد قبالي شخص أسولف أنا وياه. نعم. وتجي عندي طيور وتطب، أدزها بيدي ترد تعود ثاني مرة، أدزها وتعود ثاني مرة. سيدنا الله يجزاك خير. إن شاء الله، إن شاء الله، بخير، حياك الله. يا أخي محمد، أن رؤية الأرض الخضراء الجميلة تفسر بالأعمال الصالحة، تفسر بالزوجة المطيعة الصالحة، لقوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فبالتالي ربنا تبارك وتعالى وصف الزوجة الصالحة كالأرض الخضراء لهذا الرجل الذي يبذر فيها البذر ويحصدها ويعتني بها، فهذه زوجتك بإذن الله تبارك وتعالى. الشخص الغريب إن كان يعني شكله جميل، وإن كان لبسه جميل، مثلا لابس أبيض وهيئته حسنة، فيدل على عملك الصالح. لأن أيها الأحبة الكرام، أن الرجل الغريب السمت الجميل إنما هو عمل الإنسان، وهذا سوف يظهر لك جليا واضحا. كل منا لما تنزل في قبرك في ليلة نزولك في هذا القبر يتمثل لك رجل، إما طيب الصورة طيب المنظر، فوجهه يشع منه النور، فتقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. أول عياذ بالله رجل يعني كريه المنظر، كريه الطبع، ثيابه غير طيبة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء. فبعض العلماء يقول أن الرجل الجميل في المنام الغريب في الغالب ما يدل على عمل الإنسان الصالح، وأحيانا يفسر بملك من الملائكة. الدليل على ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام دخل على الصحابة وهم جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما دخل سلم، لم يسلم على أحد وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغربوا منه. في نهاية الحديث قال: هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. الطيور إنما هي ذريتك يا محمد، كل ما كثرت كل ما كثر الذرية، لكن تروح وتأتي وكذا، اعتني بهذه الذرية وربهم على صلة الأرحام. والعلم عند الله.